معرفش اعرف الجهازي او ام عروسه وعايزه تجهزي بنتك باحسن شوار وباقل سعر كمان، يبقى اتفرجي معايا على العرض دوت، هيعجبك جدا وهتشوفي حاجات بجد مفاجاه. قبل ما ابتدي معاكم وافرجكم على كل الشغل اللي عندنا، حابه افكركم بالعنوان بتاعنا الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر امام شارع مستشفى الوهنديه بجانب جزاره البحيره. العنوان تاني، الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر امام شارع مستشفى الوهنديه بجانب جزاره البحيره. ولو العنوان بتاعنا تاه منك مش عارفه توصلي لنا، هنسيب لكم ارقامنا فوق تقدري تتواصلي معانا لحد ما توصلي مكاننا بامان. حابه افكركم برده بنظام التقسيط عندنا، نظام التقسيط بدون فوائد لكل حاملين بطاقه ائتمان بنك مصر، بنك الاهلي، بنك المشرق، بنك القاهره، واي فيزه مشتريات مع حضرتك. عندنا كمان شحن توصيل لاي مكان داخل اسكندريه وبره اسكندريه كمان، بس لو حضرتك عملتي اوردر فوق ال 1000 جنيه شحن طبعا داخل اسكندريه هيوصل لك الاوردر بدون مصاريف شحن. ولو حضرتك هتنورنا في مكاننا وعملتي اوردر فوق ال 5000 جنيه هتيجي عربيه الشركه وتاخدك لحد باب بيتك برده جوه اسكندريه. ما تنسوش تكتبوا لي كومنت جميل منكم، تقولوا لي ايه رايكم في العرض بتاع النهارده، وتعملوا لي لايك وشير على قد ما تقدروا. هبدا معاكم باللحاف الجميل ده يا جماعه، اللحاف دوت اطفال طبعا، الاصاله اللحاف دوت 6 قطع، معاه 2 خدوديه، معاه مخدتين، ومعاه الاثنين اللحاف. مش بس كده، اللحاف دوت وشين، ادي وش اللي انتوا شايفينه وده الوش التاني بتاعه، يعني انت اخده لحافين في لحاف، مش لحاف واحد، لحافين في لحاف. عايزه اوريكم بقى، بصوا التقفيل بتاعه، بصوا دي الخدوديه بتاعته اهي، بصوا كبيره ازاي، بصوا التقفيل في سوسته اهي كده، خدوديه اهي، شايفين التقفيل بقى نضيف ازاي، شايفين تقفيلها نضيف جدا. بصوا بقى، وادي وش المخدة اهو، ده وش المخدة بتاعه اهو، لحاف جامد جدا. عايزة اوريكم بقية الالوان والاشكال اللي عندي واقول لكم في الاخر على السعر بتاعه مفاجأة. ودي بقى الرسمة التانية يا جماعة، رسمة الغزالة ديت اللون بتاعها اصلا تحفة، اللون بتاعها حلو جدا. بصوا بصوا اللون بتاعها عاملة ازاي، شايفين برضو وشين، بصوا الوش التاني، بصوا الالوان اهو، بصوا الجمال اهو، تحفة من جوه اهو، رسمة ميكي شايفين. بصوا برده الرسمة دي يا جماعة، رسمة الباندا، بصوا الجمال ده اهو، بصوا دي الرسمة الأولى شايفين عاملة ازاي. تعالوا بقى اوريكم الرسمة التانية اهي، بصوا اهي شايفين اختلاف، يعني تحس بجدك انهم لحافين مش لحاف واحد، لان في اختلاف فظيع جدا في الوشين. بص برده الرسمه دي بقى، رسمه اليونيكورن دي بقى، بصوا حلوه ازاي، شايفين الجمال. تعالوا بقى اوريكم الظهر بتاعها، بصوا الاختلاف، اختلاف بصوا حاجه تانيه اهي، شايفين بصوا شايفين الجمال، اختلاف والالوان تحفه والاشكال تحفه، وفعلا بجد تحسوا ان فعلا ده الحاف لوحده وده الحاف لوحده تاني خالص. بصوا بقى الرسمه دي يا جماعه، رسمه عروسه البحر بقى والجمال بقى والبنكات بقى والحاجات الجميله اللي البنات كلها بتحبها. بصوا الشياكه، ده الوش الاولاني، تعالوا بقى نشوفوا الوش التاني اهو، ده الوش التاني اهو شايفين، ده اسمه تانيه خالص بعيده عن الاولانيه، ما فيهاش اي حاجه ولا الوانها تخص الرسمه الاولانيه في اي حاجه خالص. بصوا الاختلاف تحفه بجد. ودي اخر رسمه يا جماعه، بصوا الرسمه دي بقى، بومتين كده حلوين جمال، ولد وبنت شكلها حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم ايه الوش التاني، بصوا الوش التاني اهو شايفين اهو، تحفه شايفين عامل ازاي، تحفه طبعا. اللحاف دوت بقى سعره مفاجاه، اللحاف دوت يا جماعه سعره عامل 700 جنيه وفي خصم من عندي عليه 50 جنيه، يعني هتاخديه بكام؟ 650 جنيه وبس. شوفوا بقى دلوقتي اللحاف الجامد ده يا جماعه، اللحاف ده تحفه زي ما انتوا شايفين، الرسمه بتاعته عامله ازاي؟ خطيره، بصوا ده شكله اهو كده وهو على السرير اهو، شايفين؟ في منتهى الشياكه، الخامه بتاعته فظيعه، الخامه بتاعته نظيفه جدا جدا، معاه يا جماعه عمليه ومعاه الاثنين خدوديه بتاعته، بصوا الملايه بتاعته قطيفه، شايفين الملايه بتاعته عامله ازاي؟ اكنها دفايه. ودي الخدوديات بتاعته، بصوا مشجره، والظهر بتاعها ايه؟ اهو قطيفه برده، شايفين؟
تحفه. الحاف ده جامد جدا، الالوان بتاعته عندي برده كلها تحفه. بصوا بقى الظهر بتاعه برده والتقفيل بتاعه تحفه ازاي، بصوا شايفين لحاف نضيف جدا جدا جدا. الوشين بتوعه تحفه، يعني انت برده لو عايزه تغيري يعني وتفرشيه على الوش التاني على انه حاجه ساده وتحطي عليه الخدوديات المشجره دي، اكنك برده عندك مفرشين مش مفرش واحد. شياكه منتهى الشياكه. تعالوا بقى نشوف بقيه الالوان بتاعته دلوقتي وهقول لكم على سعره كمان، سعره حلو جدا. بصوا بقى دي بقيه الالوان بتاعته كلها اللي عندي، كل الوانه قمر. بصوا اللون البتنجاني ده، شايفين الجمال؟ بصوا الشياكه تفاصيله كلها تحفه. بصوا بقى اللون البيج، بصوا عامل ازاي تحفه. وعادي منه اللون الجراي، بصوا برده جراي وجماله وحلاوته تحفه. وسعره كمان يا جماعه جامد جدا، السعر بتاعه 1050 جنيه وبس. بصوا بقى البطانيه التركي وجمالها والاشكال الجديده اللي انا جايباها لكم النهارده يا جماعه تحفه. طبعا البطانيه ديت المره اللي فاتت كانت عامله شغل جامد جدا جدا يعني. بصوا ادي التيكت بتاعها اهو برده، عشان عايزين لو عايزين تتاكدوا ان هي تركي اهو. بصوا تركي اهي اهي، شايفين واضحه عند دمكم. بطانيه يا جماعه جامده جدا. بصوا دي بالوزن، طبعا دي وزنها 7 كيلو، وزنها 7 كيلو. وزي ما انتم شايفين طبعا بقى شغل الحفر اللي فيها والجمال بتاعها تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى اوريكم بقيه الالوان والاشكال بتاعتها كلها واقول لكم على سعرها. بصوا بقى الرسمه دي كمان يا جماعه، بصوا الجمال دي اهو، صوره الكفر بتاعها. بصوا بقى بصوا على الطبيعه اهي اهي، فظيعه والوانها كلها تحفه. شايفين من جوه بجد البطانيه دي خطيره، دي بالوزن 7 كيلو. برده الرسمه دي يا جماعه بصوا من تحت كده ساده، وفي النص المشجر بتاعها حلو قوي، واللون بتاعها اللي هو البينك الهادي الحلو مش الرخم. تعالوا بقى اوريها لكم بقى الطبيعه اهي، بصوا على الطبيعه شايفين الجمال. بصوا اهو من تحت ساده كده بينك، وفي النص المشجر تحفه حلوه جدا. شايفين الشياكه؟ بصوا التقفيل بتاعها يا جماعه نضيف ازاي، بطانيه نظيفه بجد. بصوا بصوا بقى الرسمه دي يا جماعه، شايفين عامله ازاي الرسمه دي؟ على فكره قلوب قلوب قلوب، وفيها تشجيره اهو من الجنب كده ورد، وادي في النص برده ورد زي كده يعني حاطينه اهو بسيط. شايفين عامل ازاي؟ تعالوا بقى اوريكم على الطبيعه اهي. بصوا قلوب اهو وورد خفيف كده، اللون بتاعها برده حلو قوي. شايفين؟ بصوا تحفه. شايفين بقى اهي في النص ورد كده، ورد ورد ورد، شايفين؟ وقلوب يعني دي بطانيه قلوب. بصوا بقى الرسمه دي يا جماعه بقى، والاختلاف بتاعها حلو قوي قوي. طبعا زي ما انتم شايفين من تحت عامله ازاي، خطوط خطوط اسود كده في اللون البني تحفه. بصوا بقى الطبيعه عامله ازاي، شايفين الجمال تحفه. بصوا طبعا انا عندي اشكال كتير جدا منها، طبعا عايزه اقول لكم بقى على سعرها. سعرها حلو جدا، 895 جنيه، ده سعر البطانيه التركي يا جماعه. بصوا بقى اللحاف الجامد ده يا جماعه، اللحاف دوت معاه الدفايه، معاه اتنين تكايه ومعاه اتنين خدوديه. تعالوا بقى اوريه لكم على الطبيعه. بصوا ادي اهي التكايه بتاعته، بصوا الجمال، بصوا الشياكه منتهى الشياكه، بصوا عامله ازاي. ودي الخدوديات بتاعته فرو، شايفين الخدوديات بتاعته عامله ازاي؟ فرو فرو يا جماعه، هتنامي على فرو كده. ودي الدفايه بتاعته، بصوا الدفايه بقى، خامة بتاعت الدفايه تحفه حلوه قوي. تعالوا بقى اوريكم اللحاف ذات نفسه. بصوا بقى يا جماعه هو ده بقى اللحاف، شايفين كل ده فرو، يعني زي ما هو في الصوره اللي في النص ده كله فرو. ودي الرسمه من الجناب، بصوا عامله ازاي تحفه، والخامه بتاعته فظيعه 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 وحلو جدا. بصوا بقى ده الظهر بتاعه، بصوا عامل ازاي تحفه. عندي الوان بقى منه، تعالوا اوريكم بقيه الالوان بتاعته. عندي اللون منه الكافيه، وعندي منه الجري، يعني عندي منه ثلاث درجات. وسعره حلو جدا، سعره عامل 1275 جنيه، 1275 لحاف بالشياكه ديت ومعاه الحاجات دي كلها. تعالوا بقى اوريكم الدفايه الجامده دي يا جماعه، الدفايه دي دفايه فرو، معاها الملايه بتاعتها ومعاها الاثنين الخدوديه بتاعتها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، دي الدفايه شايفينها اهي كلها فرو، اللي هي دي فرو،
ودي الملايه ومن تحت فرو وكرانيش اهي شايفينها اهي هي دي. والاثنين الخدوديه الحتت دي فيها فر ودي الخدوديه من اهو من نص برده قطن كده وفيها الكرانيش اللي حواليها كده. دفايه جامده جدا يا جماعه جامده جامده يعني زي ما انتوا شايفين في منتهى الشياكه. تعالى اوريكم الوانها بقى كلها. وده اللون النبيتي برده منها يا جماعه. بصوا اللون النبيتي وجماله برده في منتهى الشياكه تحفه. بصوا عامله ازاي. على فكره دي معاها كيس مخده كمان. بصوا اهو مقاسه 160 في 45. اللون الجراي وجمال اللون الجراي تحفه. بصوا عامل ازاي الجراي خطير 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 يعني. هي اصلا الدفايه دي بالملايه بتاعتها كلها كده على بعضيها تحفه. اللون الجنزاري بقى يا جماعه وجماله. بصوا اللون الجنزاري تحفه خطير 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 بجد حلو قوي. الموفات بقى يا تكاته وحركاته في الموفات يا جماعه. بصوا الموف بقى وجماله تحفه. ايه ده منتهى الشياكه. على فكره يا جماعه دي تاني مره اجيب الدفايه ديت. بس المره اللي فاتت بصراحه انا ما عرضتهاش واتباعت من غير ما اعرضها. جبتها لكم تاني والمره دي قلت بقى ايه نزلت العيد لازم اعرضها اعرضه ليك يعني. بصوا تحفه شايفين منتهى الشياكه يا جماعه. دي كل الالوان اللي عندي منها وعن طبعا الكميه كبيره زي ما انتم عايزين. سعرها بقى عامل كام؟ 555 35. يلا نشوف بقى كوفردة الاطفال الاصالة يا جماعة. جبتها لكم تاني يا جماعة. بصوا بقى باشكال جديدة تحفة. بصوا بقى دوت ادي شكل. على فكرة دي على الوشين. ادي وش ده وش اهو يا جماعة. وده الوش التاني على فكرة اللي هو رسمته دي شايفينها. دي رسمة ودي الرسمة التانية الوش التاني شايفين تحفة. طبعا مع اتنين خددية ومعاها اتنين مخدة. وهوريكم بقية الاشكال بتاعتها دلوقتي. بص دي بقيه الاشكال بتاعتها وكل شكل فيهم ليه شكل تاني للظهر. بصوا تحفه في منتهى الشياكه يا جماعه وسعرها حلو جدا. قلت لكم تاني عرض الكوفرتا يا جماعه. جبت لكم منها الشكل دوت وجبت لكم منها الشكل ده برده. بصوا يا جماعه الشكل دوت مشجر زي ما انتم شايفين. هو خمس قطع اربع خدوديات معاه اتنين خدوديه. بصوا مقلمين كده اللي هو يعني زي ما انتم شايفينها كده واتنين مشجرين كده. ودي بتبقى شكل الكوفرتا كده. ودي طبعا عندي منها اشكال كتير زي ما انتم شايفين الرسومات كلها بتاعتها في منتهى الشياكه. بصوا الموفات مثلا شايفين الشياكه كلها في منتهى الشياكه. وسعرها بقى عامل كام؟ 430 جنيه. تعالوا بقى للشكل اللي جنبه دوت يا جماعه. الشكل ده بصوا بقى فيه شغل الجوبير كده زي ما انتم شايفين من الجنب. وبصوا شغل الخدوديات بتاعته برده. بصوا ده ثلاث قطع بقى اللي معاه الكوفرتا ومعاه الاثنين الخدوديه زي ما انتم شايفينها عامله ازاي. والشغل بتاعها كرانيش من تحت والالوان بتاعتها كلها تحفه منتهى الشياكه. ودي سعرها ثابت نفس العرض اللي فات 480 جنيه. تعالوا بقى اوريكم الكوفرتا الجامده دي يا جماعه. الكوفرتا برده معاها الملايه بتاعتها. بصوا الملايه اللي هي المشبحه دي اللي انتم شايفينها شايفين عامله ازاي. اما الكوفرتا المشجره اللي هي دي اهي. بصوا دي الكوفرتا اهي على الطبيعه وادي الملايه المشبحه ومعاها اتنين خدوديه كمان يعني اربع قطع. بصوا تعالى اوريكم الوان. بصوا بقى بصوا الجمال والشياكه. طبعا انا مدلعاكم كل عرض معاه كوفرت بملايه جديده. بصوا بصوا عامله ازاي شايفين الالوان اهي الكوفرته دي. بصوا اهي الكوفرته ودي الملايه شايفين. بصوا بقى دي بقى اللون الجراي. بصوا دي الملايه اهي. بصوا مشبحه ازاي والكوفرت اهي نفس الشكل يعني هتيجوا تلاقوا نفس ما انا بوريكم نفس الشكل بالظبط اهي في منتهى. بصوا بقى البنك دي تحفه اهي الملايه برده. وبصوا الكوفرته في منتهى الشياكه ازاي الوانها كلها تحفه والوانها كلها في منتهى الشياكه. سعرها بقى عامل كام الكوفرته القمر دي بالملايه؟ 575 جنيه. هوريكم بقى دلوقتي تشكيله اطقم ملايات الاطفال يا جماعه. بصوا بقى كلها حاجات منتهى الشياكه. تعالى بقى ابدا معاكم بالطقم القمر ده الطقم الوزه دوت. بصوا شايفين الشياكه. بصوا عامل ازاي. بصوا بقى من تحت يا جماعه على فكره ده كله تل يعني اللي نازل ده كله تل منه تحفه منتهى الشياكه زي ما انتم شايفين. عايزه اوريكم بقى الالوان بتاعتها الوانها تحفه. ده اللون التاني الاصفر بقى. بصوا يا جماعه والشياكه. بصوا الاصفر بتاعه هادي وجميل كل الوانه تحفه بصراحه هاديه كده ورايقه. بصوا بقى اللون اللبني يا جماعه. بصوا عامل ازاي. بصوا التفاصيل اصلا بتاعت الطقم حلوه جدا ان انت تفرشي حاجه زي دي مثلا. بصوا بقى يا جماعه اللون الهادي دوت. بصوا عامل ازاي تحفه منتهى الشياكه.
عايزاكم كمان تاخدوا بالكم. بصوا البطه اللي هي الوزه دي فيها تل كمان اهو، بصوا عامله ازاي طالع منها زي تل اهو، شايفين لون الكشمير بقى يا جماعه في منتهى الشياكه. بصوا لون الكشمير وجماله، بصوا عامل ازاي لون الكشمير تحفه، كل الوانه فظيع. سعر بقى عامل كام؟ 425 جنيه. بقى طقم الاطفال القمر ده يا جماعه في منتهى الشياكه رقيق قوي زي ما انتم شايفين بقى. بصوا الدبدوب شغله عامل ازاي، على فكره الدبدوب قطيفه كده من جوه لكن الملايه قطن، بصوا عامل ازاي الدبدوب قطيفه مبطن كده اهو، حتى البالونات دي مبطنه شايفين عامله ازاي. والخدوديات بقى زي ما انتم شايفين الخدوديات اهي، بصوا عليها رسمه السحاب دي اهي برده متبطنه، شايفين طقم في منتهى الشياكه. تعالى اوريكم بقى كل الالوان بتاعتها. بصوا بقى اللون الفستقي وجماله يا جماعه، تفاصيل الطقم دوت حلو جدا ومختلف ورقيق كده هادي قوي في منتهى الشياكه، جميل جدا. بصوا عامل ازاي حلو قوي، فظيع 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 يعني. لون الكحلي بقى للناس اللي بتحب الالوان الغامقه بقى، بصوا حلو قوي برده اللون الكحلي، جميل جدا. اصلا الطقم كله على بعضه خطير، بصوا حتى الدبدوب طالع له اهي كده، دي طالعه له اهي كده مبطنه برده كده لوحدها. البينك بتاعه هادي قوي، واللون البينك بتاعه اللي هو الحلو مش الغلس اللي يضايقك، لا اللي هو نفس لون الكفر كده، بصوا عامل ازاي حلو قوي في منتهى الشياكه. بصوا بقى دوت اخر لون بقى، بصوا حلو قوي برده اللون بقى بتاعه اللي هو الاخضر الهادي دوت، مش اللي هو الاخضر الفاقع لا، هادي قوي مدي على الفستقي شويه كده حلو قوي. سعره بقى عامل كام؟ 475 جنيه. بصوا بقى طقم الارنوب بقى العسل دوت يا جماعه، بصوا عامل ازاي تحفه وشغله كتير جدا يعني، بصوا فيه شغل ورد كده اللي هو الجوبير اهو كله، وفي كرنيش كده، وطبعا بصوا لو خدتوا بالكم بصوا اللي هي الكرنيش دي اللي من تحت مشبحه اهي منقطه، بصوا عامله ازاي شايفين حلوه قوي 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 يعني. بصوا بقى اللون المستردة منه عامل ازاي، مختلف يعني الوانه مختلفه شويه. بصوا بقى اللون دوت يا جماعه للبوستاج، وبصوا الحاجات اللي فيه بقى مديه على الجنزاري فابيض حلو قوي. وده بقى اللون الاخير لون الجراي يا جماعه، زي ما انتم شايفين لون الجراي برده تحفه وعامل ازاي خطير، كل الوان الطقم دوت حلوه ومختلفه وجديده وفي شغل كتير يعني، مش شغل لا لا. تيجي بقى للسراير الكبيره واطقم المليات بتاعت السراير الكبيره، وهبدا معاكم الطقم القمر ده يا جماعه، ده الطقم ده من العبد يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى الشغل بتاعه عالي قوي قوي يعني. بصوا بقى الشغل بتاعه والتفاصيل، شايفين الكرانيش الشغل بتاعه طبقتين من تحت كده اهو، اللونين فوق بعض حلو قوي قوي. بصوا بقى الخدوديات بتاعته برده فيها الشغل دوت اهو، شايفينه عامل ازاي. الطقم كله في منتهى الشياكه، عندي الوان كتير منه. بصوا بقى يا جماعه برده الطقم ده تحفه حلو قوي، طقم الفراشات دوت برده التفاصيل بتاعته تحفه جميله، والشغل بتاعه عالي قوي برده زي ما انتم شايفين. كل اطقم الميلاد اللي عندنا كلها شغل عالي، وبرده بصوا الطقم دوت عليها كانها فازات كده، على فكره الفازات ديت مبطنه بجد يعني عاليه، مش في الملاكي على طول لا، دي عاليه فعلا وشكلها تحفه.